بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل مشاهدينا. أنا اسمي وليد علي الباز، أنا أستاذ في الجراحة وجراحة الأوعية الدموية واستشاري جراحة القدم السكري. أحب أكلمكم النهاردة على طرق الوقاية من جروح القدم السكري. يعني إحنا ما نحبش أن المريض يجي لنا بمشاكل، يبقى لازم الوقاية خير من العلاج. إيه المشكلة؟ المشكلة أن مريض السكر لو أول حاجة واظب على تظبيط السكر فيعتبر مش مريض. فأنا أهم حاجة في مريض السكر أنه يواظب على ضبط السكر. تاني حاجة مهمة في مريض السكر أنه لو عنده سكر، السكر أساساً بيلعب في المناعة وفي الشعيرات الدموية، ولهذا مثلا مطلوب من مريض السكر انه كل 6 أشهر لسنة يوم مناسبة، ما يجي العيد الصغير، العيد الكبير، عيد ميلاده، يعمل حاجة اسمها فحص لقاع العين علشان يشوف الشبكية اللي هي معمولة بالشعيرات الدموية فيها مشكلة ولا لا، ويلحقها بدري بدري. تاني حاجة مهمة ان هو لو كان بيدخن، فالتدخين بيلعب في الشعيرات الدموية دي برضه. فالتدخين بقى بإيديه وبفلوسه وبمزاجه، لو يقدر يستغنى عنه يكون أحسن بكتير، لأنه ده بيلعب في نفس المنطقة اللي بيلعب فيها مرض السكر. إحنا بعد كده عايزين نتكلم بقى على الموضوع الأساسي بتاعنا اللي هو موضوع الوقاية من القدم السكري. يعني إيه قدم سكري؟ يعني المريض يتجرح، فأنتوا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى خالق أجهزة الجسم كلها في كيس، الكيس اللي هو الجلد. فالكيس ده لو سليم مش هيخش أي حاجة تعتدي على أجزاء الجسم. فالكيس بتاع البني آدم إيه؟ هو الجلد. طيب إحنا عايزين نحافظ على الجلد سليم ما يجرحش. نرجع تاني نقول الكلمة، الوقاية خير من العلاج. طب وهو لو جرح إيه اللي هيحصل؟ إحنا أما بنيجي ناكل بنعمل إيه؟ بنغسل ايدينا. طب بنغسل ايدينا ليه؟ لان في ميكروبات اساسا عايشه على الايدين، وعايشه يعني هي موجوده حتى لو غسلت ايدك، فانت بس بتقلل كميتها. فاقصد اقول لحضرتك انه لو حصل خدش في الكيس اللي هو الجلد، الميكروب اللي عايش على جلدك ده هو اول واحد هيخش بقى، يلاقي السكر عالي، يلاقي الشعيرات الدمويه بعافيه شويه، يلاقي الاحساس نعمه. فعند مرضى السكر يحصل التهاب في الأعصاب الطرفية، وممكن الإحساس يبتدي فيه تنميل وحرقان، وبعدين ما يبقاش فيه إحساس خالص، تلاقيه ماشي بشبشب والشبشب وقع منه وهو مكمل ماشي، فبيبقى ماشي حافي، مش ما هواش عنده حاجة تحميه من الأرض. فبالتالي دول الثلاثة فاكتور المهمين في مريض السكر اللي لازم يبقى عارفهم، وعارف إزاي بقى يتعامل مع الوضع اللي هو فيه، اللي هو مش عايزين نتجرح. يبقى مفيش ماشي حافي نهائي، لا في البيت، ولا تقول لي بيتي نظيف، ولا لسه مراتي كنسل بتاع، ولا كلام من ده، لانه ممكن عيل رامي دبوس، كوبايه اتكسرت، هتتجرح. تاني حاجه مفيش لبس جزمه جديده، والجزمه حياتك. يعني ايه الجزمه حياتك؟ يعني حضرتك ما تستخسرش تجيب جزمه مريحه لحضرتك، جلد، ويستحسن تبقى متبطنه ونعلها طري وبوزها عريض، واما تجيبها جديده لو سمحت توديها عند الجزمجي يحطها لك في قالب علشان ما يجيلكش الفقفئه او الجرح بتاع الجزمه الجديد. ومهم برضو في الجزمه قبل ما تلبسها تمسكها تنظفها وتشوف الفرش بتاعها معدول ولا لا. ومهم برضو ان حضرتك تلبس شراب، ما ينفعش تلبس جزمه على اللحم، لا جزمه ولا صندل ولا سبيدري ولا اللي يقولوا عليه كروكس ولا اي حاجه. لازم ما يبقاش في احتكاك مباشر ما بين جلدك والحذاء اللي حضرتك او الحاجه اللي حضرتك لابسها في رجلك. وانا ما بفضلش الجزم القماش والكلام ده، لازم تبقى جلد عشان تحمي. ويستحسن نحط في الجزمه حاجه اسمها فرش سيليكون طبي. ده فايدته ايه بقى؟ انه يبقى كانك ماشي على حاجه طريه. خلصنا الحذاء والشراب بتاعنا، الشراب اللي يتقلع يروح على الغسيل ما يتلبسش تاني، ويتحط في الشمس عشان يتقتل الفطريات اللي فيه. نيجي بقى للموضوع التاني اللي هو الفطريات. مهم جدا الفطريات اللي بين الصوابع حضرتك عارفها، اللي هي الابيض اللي بيبقى بين الصوابع الرجلين. فانت مهم حضرتك تشوف او حد يشوف لك، لو انت مش قادر تخين زي حالاتي كده ومش عارف توطي، تجيب حد من عيالك يشوف لك كل يوم بين صوابعك اخبارها ايه، او تحط مراية وتشوف. لكن لازم تشيك على بين صوابع حضرتك يوميا.
طيب ازاي عندنا وقايه من الفطريات؟ اولا مفيش مشي حافي في اي حته مبلوله، سواء بقى في الميضه بتاعه الجامع دي اكتر حته يبقى فيها ميه راكده ويبقى فيها فطريات حوالين حمامات السباحه. لو اتوضيت يبقى تتوضى لازم تنشف بورق مناديل مش بفوطه او اي حاجه تاني بين الصوابع، لان الورق المناديل هيمص الميه كويس وهيترمي مع الفطر، لكن هتنشف بفوطه هتجيب الفطر لنفسك تاني. ندهن رجلينا كل يوم بحاجه ملينه للجلد. انا شخصيا بأوصي بانه يبقى زيت الزيتون، لانه زيت الزيتون ده حاجه طبيعيه واغلب الحاجات المحترمه معموله بيه، لكن طبعا في طبعا كريمات وحاجات بس دي بيبقى داخل فيها حاجات بترول وحاجات تانية. لو قدرت تعمل بزيت الزيتون يكون احسن. قص الضوافر لازم يكون بعد حمام وتكون طريه وادواتك الشخصيه النظيفه، وحد تاني اللي يقصها لك وما يجرش عليها، لانه لو جار عليها ممكن تتعور. وعلى فكره قص الضوافر مهم، لان الضافر لما بيطول يا جماعه ساعات هو اللي بيجرح الصباع اللي جنبه، لان الصابع مش مستويه، فالضفر يطول هنا ويروح داخل في اللحم بتاع اللي جنبه. فانا ارجو حضرتك تهتم بشغلان الضوافرك دي. احب برضو اوصي حضرتك انك تمشي كل يوم مش اقل من ربع ساعه، وان حضرتك تظبط الدهون بتاعتك وتظبط سكرك، وانا اتمنى ليكوا حياه سعيده ان شاء الله، وانه ربنا يكرمكم بالصحه والعافيه وما تحتاجوش لاي حاجه باذن الله. وشكرا لحضراتكم.